دلوقتي هنتابع مع حضراتكم أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، واللي منها المؤتمر الصحفي العالمي اللي هتعمله الحكومة النهاردة للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. وكمان وزارة التضامن هتبدأ صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر مايو، وأخبار تانية هنتابعها من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، الحكومة هتعقد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وخطط جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة كمان هتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر مايو، وده للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. النهاردة كمان هتنظم الجمعية المصرية للفيزياء النووية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المؤتمر الـ 12 للفيزياء النووية والجسيمية نوباك 12، اللي هيستمر لحد 18 مايو 2022 في شرم الشيخ. النهاردة في الدوري المصري هيتلعب 3 مباريات في إطار الجولة 19 من عمر المسابقة. هيلتقي الإسماعيلي مع سيراميكا كيلوباترا الساعة 4 العصر، والمقاولين العرب مع إم بي الساعة 6:30، وبيراميدز وفاركو الساعة 9 بالليل.